طيب الليميتس طبعا دي تبع الكالكولاس ودرس مهم جدا، مجموعه دروس مهمه. طيب الليميتس بتتكلم عن ايه اصلا؟ الفكره ان انا لما يجي يقول لي مثلا ليميت للفانكشن مثلا 2 اكس بلس 3 وين اكس تندس تو 2، يعني الاكس تقول لل2 او بتقترب لل2، ده معناه ان انا ممكن اعوض عن الاكس دي ب2، عن الاكس دي ب2. طيب لو انا عوضت عن اكس ب2 هيبقى 2، طبعا 2 اكس يعني فينا تايمز 2 تايمز، وممكن تعملها براكت 2 تايمز 2 بلس 3 هتطلع الانسر 7. طب لو جه قال لي مثلا ليميت وين اكس تندس تو 3 وقام جايب لي مثلا 5 اكس اوفر اكس بلس 2 مثلا، نفس القصه هعمل سبستيتيوشن عن الاكس ب 3 يبقى 5 تايمز 3 تايمز هو البراكت، تايمز هو البراكت بالظبط او الضرب هو البراكت بالظبط، الاكس اللي هي 3 3 بلس 2 وهجيبها على الكالكوليتور هلاقي الانسر طلعت ايه؟ طلعت 3. كده طلعت لي اجابه او ريل فاليو او قيمه حقيقيه. لكن تعالى بقى نبص على دي ليميت لما اكس تندس تو 2 مثلا ويجيب لي هنا ايه 2 اكس او مثلا اكس بلس 3 اوفر اكس ماينس 2، دي لما تيجي انت تعوض هتعوض على اكس 2 2 بلس 3 اوفر 2 ماينس 2. لو انت عملت 2 بلس 3 هتديك 5، 2 ماينس 2 هتديك 0، 5 اوفر 0 دي undefined او كميه غير معرفه، مفيش حاجه اسمها حاجه اوفر 0 ما ينفعش، غير معرفه او يقولوا عليها undefined undefined. وبتبقى برضو المساله خلصت على كده، بتبقى المساله خلصت على كده، الاجابه كميه غير معرفه او كميه غير حقيقيه وخلصت المساله على كده او undefined. طيب تعالى بقى المساله اللي ما بتخلصش على كده اللي هي مين؟ لما يقول لي كده بقى ليميت لما اكس تندس تو 2 وبعدين يقوم عامل لي كده يجيب لي بقى ايه مثلا اكس باور 2 ماينس 4 اوفر اكس ماينس 4. والله انا لو جيت عوضت تعويض مباشر دايركت سبستيتيوشن هلاقي 2 باور 2 ماينس 4 اوفر 2 ماينس 4، هلاقي الاجابه طلعت 0 اوفر 0. اه 0 اوفر 0 دي تفرق عن اي عدد اوفر 0، 0 اوفر 0 دي بيقول عليها ان سبيسيفايد، بيسموها ان سبيسيفايد سبيسيفايد او يعني ان سبيسيفايد بيقولوا عليها ايه؟ كميه غير معينه. يعني ايه غير معينه؟ يعني كان حاجه ضايعه مني وانا ممكن الاقيها. طب هنلاقيها ازاي؟ نلاقيها ان احنا نكمل حل المساله. نكمل حل المساله ازاي؟ هنرقمهم بس عشان ما نتوهش. اه نكمل حل المساله ازاي؟ ان انا ممكن اعمل لها فاكتورايزيشن اهو، يبقى ليميت لما اكس تنس تو 2 اقوم جاي اعمل فاكتورايزيشن اللي هو التحليل. انا اكس بار 2 دي ممكن اعملها اكس واكس، الفور ممكن اعملها 2 تايمز 2، واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. طيب وفي عندي تحت ايه؟ في عندي تحت اكس ماينس 2. طب هلاحظ حاجه، اكس ماينس 2 هتشال مع اكس ماينس 2، يبقى المساله بقت عباره عن ليميت لما اكس تندس تو 2 وهنا بقى في اكس بلس 2 بس، المساله صفت على كده. نبتدي نعوض تاني عن الاكس ب 2 يبقى 2 بلس 2 هيطلع الاجابه 4. يعني في الاخر المساله طلع لها اجابه بعد ما كانش لها ايه؟ بعد ما كانش لها اي اجابه. ده ببساطة إن أنا إزاي بجيب الليمت آت بوينت، يا رب تكون اتفعلت.